طيب الناس بقى الغلابه اللي زي حالاتي اللي هم تقريبا ما بيحلموش غير مره في كل 10 سنين. برج ايه؟ اكيد في ناس زيي برضه. برج ايه؟ انا عذراء. خلينا متفقين على إذا حاجه، ليها علاقه بالابراج؟ طبعا. انت برج ايه؟ حمل. طيب خلينا متفقين على حاجه، الابراج الهوائيه والمائيه هم اكثر شفافيه من بقيه الابراج. بمعنى تخيلي حتى ايديكي تحت عنصر الهواء قد ايه شفاف. حتى الهواء لما بيتعكر يبقى اصفر، بتبقي برده شايفه. الميه بقى ليه اقل شفافيه، لان الميه احيانا بتتعكر مع ريم الملح في البحر، ما بتبقيش شايفه كويس في اللحظات دي. فالهوائيين اللي هم جوزاء ميزان دلو اكثر شفافيه من المائيين اللي هم عقرب حوت سرطان. العقرب والحوت والسرطان تاني شفافيه بعد الهوائيين، لكنهم اكثر شفافيه من الناريين اللي هم حمل واسد و برج اللي هو نرمين حمل. انت حمل. بس وقوس حمل واسد وقوس. بس انا عندي بجد انا ممكن اتوقع الحاجه قبل ما تحصل. ما انا بقول لك اهو، هم اكثر بقى من الترابيين. الترابيين اقل شفافيه لان عنصر التراب بيبقى خامل. دول مطربين بقى خالص على الاخر في الارض يعني، دول الترابيين دول. لكن في حاجه مهمه قوي، في ناس لكل استثناء شواذ. انا كان عندي دكتور في الجامعه لكل قاعده شواذ، والكل استثناء. انا بعت يعني حتى الاستثناء ممكن تلاقي فيه شاذ يعني. اصلا الاستثناء قاعده يثبتها ولا ينفيها. لكل استثناء فيه شواذ كمان. بمعنى انا كان عندي دكتور في الجامعه كان بيدرس لي، كان عذراء. المفروض ان العذراء مش شفافين قوي، لكن هو كان عنده حاسه سادسه وشفافيه عاليه جدا. ده بقى اللي هو استثناء الاستثناء. ده بقى بيرجع لايه؟ الرسول عليه الصلاه والسلام قال لك الخير فيها في امتي الى يوم الدين، من ضمن الخير النفس الملهمه. دي بقى شفافيه رباني، ملهاش علاقه لا بالشخصيه ولا بالتركيب. طيب فيما يخص بقى ان انا برجي بيشوف الحلم، يعني انا على فكره انا بحب الاحلام جدا. بس احلامي قليله. الصبح احس ان انا في حاجه عايزه، يعني في حاجه حلمتها وبيطلع لي حلم كده، ايه يعني كل كام سنه مره وكده، وممكن افتكره وما افتكروش. يعني القصه عندي صعبه جدا. طبعا انا مش قصدي اعرض مشكلتي الشخصيه، بس يعني في ناس زي كتير يعني الحاله دي. انا بقول لك الحاله دي بتبقى لطبيعه التركيبه، اللي هو قلنا الابراج الترابيه اقل احلاما. تاني حاجه الشخصيه، تعريف الاحلام في علم النفس قال لك هي نسيج من العقل الباطل والتخيلات ينسجها العقل الباطل، نوع من انواع التخيل. ده اكثر في الشخصيات الرومانسيه اللي هي بتتعامل مع الزمن الجميل والمزيكا والورد اللي هو برضو ملوش دعوه بالترابي. لا خالص. طبيعه الشخصيه، الشخصيه الرومانسيه الحالمه قوي احلامها اكتر من الشخصيه العمليه الجاده اللي مشغوله طول الوقت اللي عندها ستريس عصبي. طب الناس اللي بتشتغل كمان في القضاء ومقاليد الامور والارقام والبنوك والحسابات والتجاريين احلامهم قليله جدا، لانه طول النهار في ارقام وحسابات. طب ازاي كده مع انك قلتي ان الاحلام بتبقى منفس او متنفس للستريس؟ ما هو شخصيته ما فيهاش اصلا منفس، هو مش مدي نفسه فرصه، هيحلم ازاي؟ مضغوط عصبيا. حاجات ممكن تتعمل تخلي انك انت تخلي نص ساعه او ساعه في اليوم يا اما تمارسي هوايه بتحبيها، يا اما تسمعي مزيكا كنت بتحبيها. يعني؟ لا، عشان تدي فرصه للعقل بتاعها انه يعمل نسيج من التخيلات وتبقى حالمه. هتبقى حالمه نص ساعه او ساعه ويبقى العقل، ما هو انت نايمه العقل الباطن بتحلمي، بيجي يسيب المسج في العقل الواعي مفيش مكان ممتلئ. طب هل الوقت والجو مثلا ليهم علاقه ان هما ما يحلمش خالص او يحلم كتير؟ طبعا تقلبات الفصول الفراعنه اتكلموا عنها وقالوا ان هي ليها علاقه بالاحلام. وقت بدر الرز، زرع الرز والقمح، بيبقى الاحلام كتيره جدا. حلو السؤال ده يعني. الوقت بتاع زراعه الباذنجان وبعض الحاجات الصلبه بتبقى الاحلام اقل. بس انا بشوف ان اكثر الناس احلاما هم الشخصيات الرومانسيه الحالمه اللي بتدي فرصه لنفسها نص ساعه او ساعه في اليوم تروق بالها وتعمل حاجه بتحبها. والله ما فيش تروق. ده بيحصل، بيعمل تغيير للعقل وبيخلي العقل فيه مساحه لتذكر الاشياء، الذاكره ما تضعفش. انت عارفه ساعات في حد يحط حاجه وتبقى قدامه ويبقى مش شايفها. صح. ده مضغوط عصبيا. ده مضغوط عصبيا. لو ادى نفسه نص ساعه ساعه لو بيعمل حاجه بيحبها عوده للذكريات هو كانت عنده، هينشط العقل، هيبقى في مساحه للتذكر وللاحلام. يعني زي ما قلت لك في تعريف علم النفس الاحلام نسيج من التخيلات ينسجها العقل الباطن اثناء مرحله النوم. طب